كل زي ما قلت لأ. مرحبا جايز، كيف كنت؟ هتكون بخير بصحة سلامة جيدة. معكم فيديو جديد وتحدي جديد. تحدينا لليوم تحدي الأكل الحقيقي ضد البرنجل. فكرة الفيديو بتحكي عن رح يكون عندنا أطباق ملونة. أطباق ملونة إلا ليش الأطباق الملونة؟ طبعا الأطباق الملونة رح يكون تحتيها يا برينجلز يا أكل حقيقي. طبعا يا لانا أنت وحظك. طب يلا خلينا نبدأ. وقبل ما نبلش الفيديو جايز ما تنسوش تضغطوا اللايك والشير والسبسكرايب، تفعيل زر الجرس حتى يسألكم كل جديد. خلينا نبلش. بدك الطبق الأزرق ولا الأحمر؟ أكيد الأزرق، وأنا بدي الأحمر. شو بتعمل تغطية لنا في الطبق الأزرق؟ أكل حقيقي أم برينجلز؟ أكل حقيقي. وأنا برينجلز. وهلا خلينا نفتح الأطباق ونشوف شو هو النتيجة. هلا بسم الله خلينا نفتحه. برينجلز برينجلز طعمه كاتشب الحار. طبعا حبايبي لم طلع لها نكهة البرينجلز اللي هو كاتشب حار، وهذا طعم الكاتشب حار انا بحبه كثير. ويلا نبلش ناكل. انت تضحك علي لانا هات رح اكترلك. هلا رح احط لانا كاتشب حار كثير. لانا ما انا نقطه، بحب كل نقطه بس نقطه. يا رب تنقط. حرام عليك يا خلاص، بدك تاكلي غصبين عنك لانه هذا تحدي. يعني ايه يا ليان بكون لك تاكلي؟ انا هاكل. يلا ما نقدر اكل. وهلا رح تاكلي الكاتشب الحار. كيف حار؟ أنا بحب السبايس كتير. وطبعا جايز أنا جبت واحد ولان جابت زيرو، مع أنها تعذبت كمان في الجولة الأولى كتير قاعدة بتتعذب. أنا الفزت لأنه طلع لي برينجلز سبايس كتير، أنا بحبه كتير كتير. وهلا لسه راح تعذب في الجولة الثانية. مش حمامة كده حديات. ندمتي؟ انا فزت. وهلا خلينا نبلش في جولتنا الثانيه. ويلا تعالوا معنا. وهلا جايز انا متحمسه كثير لرؤيه الجوله الثانيه. وانا متحمسه. ياك بدك الازرق ولا الزهري؟ الزهره. طب كان مره مش هنقي مش هنقي. يلا عشان مقرف طلع في الكاتشب. وطبعا انا راح اختار الاحمر اللي قبالي. وانتي شو بتعتقدي فيه؟ عشان توزي. يلا نص حالك كده. انا سبايس سبايسي. انا بعتقد في اكحل. بسم الله خلينا نفتح مع بعض. هلا رح نبدل. انت خدي هذا قبالك. يلا خدي متحمسه. طبعا جايز هلا رح نفتح واحنا متحمسين كتير. واحد اثنين ثلاثة. فلفل طلعت من التحدي. هلا انا رح اكل فلفل. جايز شوف شكل الفلفل كيف. انت عم تضحك علي في الجولة الثانية. انا هلا جايز رح اكل فلفل. انا بحب السبايس. سبايس كثير دير بالك. بس هذا احرق منه نكهة. هذا الطبيعي كل شيء بدي ياكل فيه. راح ابدا افتحه. افتح. يلا يلا لعندك. نبدا ناكل. بسم الله. هلا جايز رح نبدا ناكل. انا بدي اكل هذا حبيبي. انت ابدا لان انا مش قادر. واو تصيب. يا هاي مسكة. كله كله روحي. لا هاي بدك اكل. تضحك علي. انا هاي روحي تضحك علي. بسم الله رح ابدا اكل فلفل. ريحته ما بتحرق عن جد. تعب حتى لما نحطه على اي شيء بحرق. كيف هيك لحاله؟ ما بقدرش. خلينا نبدا ناكل. ايه كل زي ما قلت لا. كمان زي طب تدلع علي. لا سيبي سيبي سيبي. صدعت. صبيت لك شيء كتير كتير.
تستعري. كمان كلي. شو هذا التحدي؟ روحي. شايفين جايز كيف اكلت؟ حتى قطعة صغيرة وحرقتني، حتى لما نحط على الطبايخ قطعة صغيرة بتحرق يعني من انا هون حرق كثير. فين؟ على فكرة هذا بحرقش كثير. سبايسي. بس بعد بحبه. مش قادر. رح اروح اشرب مية ونبدا بجولتنا الثالثة ويلا تعال. وهلا جايز طبعا بعد ما اكلت الفلفل الحار جدا رح اشرب مية، ما استحملتش بصراحة. يلا خليني اشرب. جابوا بسرعة. شكلي الفلفل كيف اللي اكلته. لا بالضحك. وهلا جايز بعد ما خلصت شرب المية خلينا هلا نبدا بجولتنا الثالثة، يا رب تطلع حلوة ويلا تعالوا معنا. وطبعا جايز جولتنا الثالثة هي الأخيرة واحنا متحمسين كثير، فلازم نعمل حجر مقص. حجر ورقة مقص. أنا رح أبلش طبعا، مش اختار الطبق الأزرق لأنه دائما نصيبنا بكون زنخ. وشو بتغلطي يا لالا يكون بطبقك الأزرق؟ أكل. انا بعتقد سبايسي. يلا اول شيء انت. يلا نفتح. بسم الله. صح. يس طلع لي هاد برينجلز بطعم البصل. وهلا حبايبي رح اكل اونيون اللي بطعم البصل. يلا خلينا نفتحه. انا بصل. انت بصل طبيعي. رح تاكليه. ريحته يا عم بحبوش. وهلا حبايبي خليني ادوق اول مره، دوق متحمسه. وريني لون البصل. انا هاي الشوكولاته جيني ادوقه عادي. بس بحب من هين ذا كثير. وانا هلا فزت ودان رح اغبها في عقاب. ويلا تعالوا شوفوا العقاب مع بعض. احزري يا لان شو جبت لك؟ سبايس عادي. جبت لك حاجة حلوة كتير بتحبيها. تمسكي عقابك. جبت لها قهوة. وهلا حبايبي أنا راح أحط كمية القهوة لحالي، خلي أنت كلها عقاب أنا لأنه فزت واللي بدي إياه. مسكي. يلا 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 أنا بلشي كل القهوة المرة. يلا. هاد عشان تخلط وتدلع علي بالجولات. كلي زاكي. لا بدك تاكلي. هيا تمك بدك تاكلي. يلا كلي لو با. يلا كلي. حط المعلقة في تمك. لا خلاص. والله اكلت جايز. وريني وين يا اسنانا لسه الاهل. وطبعا جايز هلا احنا صرنا ثلاثة، جبنا امل العسل او صيحة صارت تبكي على الاخر. أمل أجت معنا، احنا فرحنا كتير وأمل تضحك قاعدة. وبس هاد كان فيديو اليوم، بتمنى عجبكم. ما تنسوش تضغطوا اللايك والشير. وشو حطوا لك يا أمل؟ لايك كبير قد السماء. ما تنسوش تضغطوا اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس. أنا فرحانة على الأمل. تفعيل زر الجرس حتى يسجل كل جديد. واحنا بنحبكم كثير ووصلوا هذا الفيديو لايكات كثير وشاركوه مع الاصدقاء لانهم يفرحوا كثير عليه. واحنا بنحبكم كثير. استنوا الفيديوهات الجايه. سلام.